بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة ماما ناديه اتفقنا الأسبوع اللي فات أو الفيديو اللي فات إن احنا هنتكلم عن سلسلة فيديوهات هنتكلم أه فيها عن التمر وهنتكلم عن الفوايد العلاجية بتاعته وقلنا قبل كده في الفيديو اللي فات إن التمرة دي الصغيرة دي حيرت العلماء بتوع الغرب في كتر الفوائد اللي موجودة فيها سواء علاجية أو غذائية أو أي فوائد تانية النهاردة هنتكلم عنه كعلاج للإمساك المزمن الحقيقة لو نقعنا بعض حبات التمر من بالليل للصبح وخلطنا المنقوع ده في الخلاط وأخدنا منه يوميا على الريق كوباية صغيرة الحقيقة ده هيكون كفيل بالقضاء على الإمساك المزمن وطبعا ناهيكم عن او في كمان كتير فوايد تانيه غذائيه وصحيه هيكسبها الانسان لو انه عمل الموضوع ده مش بس هيعالج الامساك لا هياخد فوايد كتير جدا في جسمه تاني حاجه هنتكلم عنها او تاني فايده او تاني علاج علاج للضعف الجنسي الحقيقة التمر غني جدا جدا بالفيتامينات اللي بتنشط جهاز المناعة والجهاز الدوري وبتنشط القلب اللي بيه اللي, اللي موجود فيه ضعف واللي مش موجود طبعا بس اللي موجود فيه ضعف هيكون فيه فايدة له كبيرة جدا فهينشط وهيعالج الضعف الجنسي الطريقة ازاي ان احنا هننقع حبات من التمر مع الحليب والعسل الحقيقة المنقوع ده له فايدة كبيرة جدا وفعال جدا للجنسين ومفعال جدا كمقوي جنسي يبقى عرفنا الطريقة هننقع إلى بعض حبات من التمر حوالي سبع تمرات في كوباية لبن عليهم معلقة عسل كبيرة من بالليل للصبح ده الحقيقة هيكون له فايدة كبيرة جداً على مدى اسبوعين بالكثير هنلاقي الموضوع مختلف تماما العلاج اللي بعد كده هنس هنقول عليه هو زياده طاقه الجسم الحيويه الحقيقه العلاج بالتمر لزياده طاقه الجسم وحيويته معروف جدا من قديم الازل من ساعه ما السيده مريم وهي بتولد كانت بـ بتاكل منه ساعة الولادة فالحقيقة معروف جدا لزيادة طاقة الجسم وحيويته زي ما وضحنا قبل كده هو مهم جدا لجميع أجهزة الجسم فايدة التمر لجميع أجهزة الجسم الحيوية وعشان كده بتعمل كمنشط لجميع أجهزة الجسم وده بيدي طاقة عالية جدا للجسم وبيخلي الجسم وأجهزته في أفضل حالاته الصحية والبدنية برضو الطريقة إن إحنا بننقعه في المية حوالي سبع تمرات في كوباية مية والصبح يا إما بنخلطهم في الخلاط يا إما بناكل البلح ده وبنشرب المنقوع أو المية بتاعته ببساطة جدا العلاج اللي بعد كده هنقدمه هو علاج للاضطرابات النفسية والحقيقة العلاج للاضطرابات النفسيه ده مهم جدا جدا أه هنلاقي ان الدماغ بتاعه الانسان بتحتوي كل الخلايا اللي بتفرز هرمونات كيميائيه وبترسلها للجسم عشان يؤدي الوظائف بتاعته الهرمونات دي بتحتاج لفيتامينات ومعادن عشان يكون عملها سليم وعلى اتم وجه دون زياده او نقصان يعني ولا زايده ولا ناقصه بالظبط الحاجات اللي بيحتاجها الجسم وبتحتاجها الخلايا دي. الحقيقه وجد إن التمر بيحتوي على المعادن والفيتامينات الهامه لتنظيم الخلايا دي في المخ فلو إنتظم عمل الخلايا دي الخاصه بإنتاج الهرمونات دي فهينتظم إنتاج برضه هرمونات السعاده والفرح كمان هتنشط الهرمونات المضاده للإكتئاب والحزن عشان كده تناول حبات يوميا من التمر سبع تمرات زي ما قلنا بانتظام بيساعد على استقرار الحالة النفسية تماما الحقيقة التمر فوائده كتيرة جدا وفوائده العلاجية كتيرة جدا وملهاش حصر وعشان كده احنا هنقول في كل فيديو شوية منها وهنأجل الباقي للفيديو اللي بعده ده كان الفيديو بتاع النهاردة ونشوفكم على خير بإذن الله في فيديو جديد من قناة ممانادية ألف سلامة